الآن مع المنشد الرائع طارق فقيهي، تفضل يا طارق. يا لسان يقول وابدع في القصايد، في رجال أهل الكرم وأهل العوايد، قول شاعر مشهور أسمع الليلة كضرب المدفعية، أسمع الليلة كضرب المدفعية، وام بنادق وام جنابي حضرمية ذوقهم مثل الرعود، أسمع الليلة كضرب المدفعية، وام بنادق وام جنابي حضرمية ذوقهم مثل الرعود. يوم يا رحمن لطفة بربرية، والله يا ذا الهود يا قوة قوية، شيع واصلنا الهنود. يلا يا رحمن يا رب البرية، والله يا ذا الهود يا قوة قوية، شيع واصلنا الهنود. بلغ الناقوش مني ذي الرسالة، انت راعي الاول وراعي الجمالة، مهما سوينا معاك فرحتك فرحة لنا والله يعلم، والمحبة ما لها حدود ولا كم، والمعزة في القلوب. هذا ريان كل شيء يرخص عشانه، هذا ريان كل شيء يرخص عشانه، واحنا ذي الليلة ترانا في ايمانه، واحنا نجم جاهزين، والتبارك مني ذي الليلة الحمادة، يا عسى الافراح دايم والسعادة عندكم يا لطيف، العطيف اللي يلقون الدعية، وتراهم في الصفوف الاولية للوطن ذو جنود، العطيفي مثل ما النار النظية، العطيفي مثل ما النار النظية، يعجب النقل زفو يوم المنية، يدعسوا راس الحسود، والكباشة ذبحت مية في مية، والعسل شفتوه في قلب فضية، والزيادة في مزيد. بوعريش اليوم، بوعريش اليوم تذهب الحبايب، والتكون أصحابي فيها والكرايب، والتكاخر له خليل، والختم صلوا على خير البرية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله، ابدعت يا طارق وامتعت الجميع، فلك منا كل الشكر والتقدير، ونقول ايضا مبروك ثم مبروك ثم مبروك للعريس ريان.